الثالثة عشرة من أونلايف، أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالكيلو 47 بطريق أسيوط الخارجة. وأوضحت الداخلية في بيان لها أنه بناء على معلومات قطاع الأمن الوطني بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع بالمنطقة المشار إليها للتجهيز لعمليات إرهابية، تمت مداهمة المزرعة وجرى تبادل لإطلاق النيران مع الإرهابيين. هذا وقد عثرت قوات الأمن على أسلحة نارية وحزامين ناسفين وكميات كبيرة من الذخائر ومبالغ مالية بمحل الواقع. أشاد مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام بالضربات الأمنية الناجحة لقوات الأمن، وأضاف علام أن الضربة الأمنية الناجحة بطريق أسيوط الخارجة لم تقتصر فقط على القضاء على الإرهابيين، ولكن تبعتها ملاحقات أمنية للقبض على الفارين منهم، مؤكدا أن هذه الضربة تثأر لشهداء عملية الواحات الإرهابية وأن قوات الأمن لا يكسرها أي إرهابي. أفادت مصادر أمنية بتعرض قائد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم لمحاولة اغتيال فاشلة بالقرب من مسجد أبو الحصين وسط قطاع غزة في منطقة النصيرات. وبحسب المصادر فإن نعيم أصيب بجراح طفيفة إثر تفجير لغم استهدف سيارته. أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش العراقي ومقاتلي البشمرجة الأكراد. هذا وقد أفاد المتحدث باسم التحالف في بغداد بأن الاتفاق يشمل جميع الجبهات. كانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء الاشتباكات بين القوات العراقية ومقاتلي البشمرجة. أعلنت روسيا أنها تدرس التقرير الجديد لخبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجمات الكيميائية في سوريا. وقالت موسكو إنها ستستعين بخبراء من مختلف المؤسسات لدراسة التقرير الأممي. يأتي هذا الإعلان بعد أن خلص تقرير أممي إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن استخدام غاز السارين في خان شيخون بمحافظة إدلب. شكرا للمتابعة، في أمان الله.